الملك ابن الملك، تاني أشهر بناة الأهرام وصاحب تاني أكبر هرم في الجيزة، صاحب التمثال الأضخم والأشهر في التاريخ، كمان صاحب أكتر تماثيل مصر القديمة إتقاناً وإعجازاً، الملك خفرع ابن الملك خوفو، صاحب الهرم الأوسط ضيفنا النهاردة. أنا وليد الهواري ودي حلقة جديدة من برنامج هي دي. الأسرة الرابعة كان ملوكها مشهورين بأنهم بناة الأهرامات الأشهر والأكبر. تاني أشهر هرم موجود هو الهرم اللي بناه الملك خفرع. وعلى عكس المتوقع من تطور العمارة في الوقت ده، كان المفترض أن هرم خفرع يكون أضخم وأكبر معماريا من هرم خوفو، زي ما كان هرم خوفو أكبر وأكثر تطورا من هرم سنفرو. وأيضا هرم سنفرو كان متطور عن هرم زوسر، لكن العكس حصل وبقى الهرم أقل تطور وأصغر في الحجم من هرم خوفو. كمان حتى هرم منكورع أو منقرع زي ما بنقوله، واللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية، بقى أصغر حجما وأقل تطورا من هرم خفرع. ليه حصل ده؟ حصل لأن الأسرة الرابعة واللي ملوكها هم بناة الأهرام العظام أسرفوا في بناء مقابر ضخمة على هيئة هرم يضمنوا بيها الآخرة زي ما ضمنوا الدنيا حسب معتقداتهم في الوقت ده. فكان كل ملك بيستنزف موارد الدولة والميزانية بتاعتها في تشييد الهرم بتاعه، فيكون كده خصم من قدرات الدولة وموروثها وثروتها، فيجي الملك اللي بعده أو الملك التالي يعمل باللي اتبقى من سلفه هرم جديد بيكون في طبيعة الحال أقل تطورا وأقل حجما وأقل معماريا وتشييدا. خفرع هو ثالث ملوك الأسرة الرابعة في الدولة القديمة، ولما بنقول الدولة القديمة بنقصد بها مجموعة الأسرات اللي حكمت البلد في فجر التاريخ المصري القديم. وبيجي بعدها الأسرة الوسطى وبعدها الأسرة الحديثة، وده التقسيم التاريخي المعمول به لأسرات التاريخ المصري القديم. خفرع حكم بين سنة 2559 و 2535 قبل الميلاد، وهو على الغالب أو في الأغلب ابن الملك خوفو من زوجته الثانوية، وفي رأي تاني بيقول أنه حفيد خوفو وأبوه هو جد فرع. والحقيقة ما نقدرش نتكلم عن خفرع من غير ما نتكلم سريعا عن جد فرع اللي في بعض الأقوال بتقول أنه هو والده، واللي رغم فترة توليه القصيرة لدرجة أنه ما قدرش حتى يكمل هرمه، الهرم اللي موجود في أبو رواش بالجيزة ده، بسبب وفاته السريعة والمبكرة، لأن فترته كانت ملتبسة وفيها أول محاولة معروفة في التاريخ المصري للاستيلاء على الحكم بطريقة غير شرعية، لأنه في الحقيقة ما كانش المرشح الأول لتولي حكم البلد بعد خوفه، كان أخوه غير الشقيق كوعب هو المرشح لتولي الحكم خلفا للملك خوفو بعد أبوه، لكن كوعب اتقتل في ظروف غامضة في حياة أبوه خوفو، ويعتقد أنه اغتيل في مؤامرة مدبرة، كان أحد أطراف هذه المؤامرة أخوه الأصغر جد فرع، واللي كان بطبيعة الحال المنتفع الأول من المؤامرة. وأول ما جد فرع أمن موقعه في الحكم سارع بالزواج من أخته النصف الشقيقة حتبحرس. حتبحرس الثانية كانت في نفس الوقت أرملة أخوه المغتال كوعب. كلمنا حضراتكم قبل كده إن كان من طقوس الملكية عشان يكون الملك كامل الملكية إنه يتزوج زوجة ملكية، وفي الأغلب كانت بتكون أخته الشقيقة أو النصف الشقيقة. يعني خفرع في الحقيقة أو في حقيقة الأمر ما يعتبرش ملك شرعي، لأنه تولى الحكم عن ملك غير شرعي، ده في حال ثبوت إنه ابن جد فرع مش خوفه. أما لو كان ابن خوفه مباشرة فكده يكون ملك شرعي وتبقى شرعيته مؤكدة. ملامح خفرع تعتبر هي أشهر ملامح لملك مصري قديم، لدرجة إنك لو شفت حد شبه أبو الهول هيبقى فورا شبه الملك خفرع، ده لأنه ببساطة راس أبو الهول منحوتة بملامح الملك خفرع على راس أسد، ونسبة أبو الهول لخفرع هي الأرجح أو أرجح الأقوال زي ما بيرجح كتير من العلماء، لأن أبو الهول بيقع عند معبد الوادي المتصل بالمجموعة الهرمية للملك خفرع،
المجموعة دي بتبقى عبارة عن معبد الوادي اللي عند حافة الوادي، واللي بيستقبل جثمان الملك، وبعد الطريق الصاعد لمعبد الشعائر أو المعبد الجنائزي جنب الهرم، ومنه للطريق اللي بيمثل رحلة صعود جثمان الملك للسماء حسب معتقدات المصر القديم. أبو الهول طوله حوالي 57 متر وارتفاعه 20 متر، ملامحه قريبة جدا من ملامح تمثال خفرع المنحوت بمعبده في وادي الملوك، وتمثال أيضا للملك جالس موجود في المتحف المصري. مش معروف كتير عن فترة حكمه، ومفيش شواهد تاريخية تؤكد رواية الرحالة اليوناني هيرودوت اللي وصفت خوفه وخفرع كطغاة، لكننا نقدر نقول انه كان ملك قادر لانه تزوج من 4 زوجات في مرة واحدة. هرم خفرع في الجيزة كان ارتفاعه 143 متر، دلوقتي بعد مرور الوقت وصل ارتفاعه ل 136 متر فقط، وهو مشيد فوق مساحة تصل ل 215 متر مربع. مش بس هرم خفرع ولا تمثال أبو الهول يعتبروا أبرز منجزات عصره، في كمان تمثال فريد للملك مصنوع من مادة الديوريت الأخضر، تمثال غاية في الجمال والدقة، منحوت من مادة محدش قدر عبر التاريخ أنه يكررها بالشكل ده من الإبداع. التمثال ارتفاعه حوالي 168 سنتي، وتم اكتشافه في معبد الوادي للملك خفرع بالجيزة، وهو محفوظ في المتحف المصري لحد النهاردة، وبيظهر فيه الملك جالس على كرسي العرش، وراه بيظهر أيضا المعبود حورس على هيئة صقر لحماية الملك. وفي دمج لطيف في التمثال ما بين حورس الأرض اللي هو الملك خفرع وحورس السماء اللي هو الصقر، كأنهم وجهين لعملة واحدة وفي تلاحم أبدي بينهم. ومن الإعجاز الفني كمان في تنفيذ تمثال خفرع إن الصقر حورس بيتشاف من الجنب، لكن لما تبص للتمثال من الجنب أو من الناحية الأمامية للتمثال ما تشوفش غير وجه الملك فقط، زي ما هو واضح من اسم الملك، لأول مرة بيقترن اسم فرعون بالمعبود رع رمز قرص الشمس، وهنا هيبدأ تأسيس عبادة الشمس اللي بتفضل معانا لغاية نهاية التاريخ المصري القديم، وبترجع تتضح بقوة في الدولة الحديثة مع ملوك الرعامسة رعامسيس الأول والثاني والثالث إلى آخره. ومن عند خفرع بتبدأ مرحلة تأليه الحاكم المغتر بعمارته وازدهاره وقوة دولته، لما يبدأ يقرن اسمه باسم المعبود شوية شوية، بيعتبر نفسه ابن المعبود لغاية ما نوصل لأنه بيصف نفسه على أنه المعبود ذاته، وهنا بدأ انحدار الدولة المصرية القديمة.